مقدسات وقصص وتاريخ يأخذونك إلى حكاية مدينة القدس والتي تقف في حضرة جمالها عاجزا عن التعبير. هذه البقعة من الأرض التي تحمل في ربوعها رسالة تسامح الأديان. مساحة صغيرة خرجت منها رسالة السلام إلى العالم أجمع، وعندما تقترب منها أكثر تستطيع أن تتذوق عبق التاريخ المكلل بالمقدسات والقصص المأثورة وحكايات تسامح الأديان البازغة، كل ذلك وسط جمال معماري يأخذ الأنظار. إنها القدس القديمة. لا تزيد مساحة البلدة القديمة في القدس عن كيلومتر مربع، وهي محاطة بسور ضخم بناه السلطان العثماني سليمان القانوني على أنقاض السور الروماني القديم. وكلما طرفت عيناك داخل السور تظل قبة الصخرة مهيمنة على المشهد وعلى الحي الإسلامي، أكبر أحياء البلدة القديمة. مجرد أن تترك أبواب الحي الإسلامي تتمكن من رؤية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى الذي تبلغ مساحته سدس مساحة البلدة القديمة في القدس. ويشمل المسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلى المرواني ومعالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم. وللمسجد الأقصى اليوم 10 أبواب مفتوحة من داخل السور، إضافة إلى أبواب أغلقت عبر الزمن. جمال لا تكتفي العين منه، لتقف أمامه راجيا ألا تودع هذا المكان. وعندما تصل إلى أذنيك الأجراس تتعطش لرؤية كنيسة القيامة أو القبر المقدس، والتي تكتسب أهمية كبيرة عند مسيحي العالم، وتمثل منذ قرون مثالا حيا للتعايش الإسلامي المسيحي. أول من بناها الملكة هيلانا، واستمر بناؤها لنحو 10 سنوات، وأصبحت تمثل وجهة الحج المسيحي حتى الآن. استمرار للعهدة العمرية، تبزغ قصص التسامح، وكأنما الأديان تتصل رباطا لحماية مقدسات المدينة. فلا عجب أن ترى مسيحيا يصلي بالقرب من مسلم في بقعة أرسلت سلاما للعالم أجمع.